بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى فقرة الفتاوى. أسأل الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من مشاهدة كريمة تقول فيه: ما هي شروط الذبح الحلال؟ وهل ضمن هذه الشروط أن نوجه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح؟ أقول وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الذبح أو الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي يقول في الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. السنة إن احنا نوجه الذبيحة جهة القبلة، والسنة إن احنا نحد الشفرة، السكين تكون حامية، تكون شديدة في الذبح، لأجل ألا تعذب هذا الحيوان الذي تقوم بذبحه. ولنسمي الله عند الذبح: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليسمي الله سبحانه وتعالى. دي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. طيب، بتقول إيه شروط الذبح الحلال؟ شروط الذبح الحلال: قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين، اللي هو العرق اللي بيبقى نازل من الايه، من عزكم الله، من البهيمة. قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين، وجمهور الفقهاء على أن قطع الحلقوم والمريء هو ده السنة في الذبح، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول: ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين في حل المشاكل الأسرية؟ أقول وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين والسحرة والكهنة والمستعينين بسحرة الجن والمستعينين بتسليط الجن على الناس، هذه مصائب عمت بها البلوى في زماننا. اللي بيقوم بأعمال وبيقوم بعمل سحر وبيقوم بعمل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لا يجوز لمسلم أن يذهب لأمثال هؤلاء. من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا علم الغيب نوعين: علم غيب مطلق، وعندنا غيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي يعلمه الله من شاء. زي ما بتروح للدكتور يقول لك في بطن الزوجة ولد أو بنت، ده غيب نسبي. نبى الغيب المطلق، الله سبحانه وتعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث، امتى هينزل المطر محدش يعرف، القيامة هتقوم امتى محدش يعرف، يعلم ما في الأرحام قبل أن تخلق الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش عارف هتكسب ايه بكرة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هتموت امتى ما تعرفش، هتموت فين محدش يعرف. فدي أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالذهاب إلى هؤلاء حرام شرعا، ومن ذهب إلى أحدهم وسأله وصدقه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول: ما حكم الشرع في التنمر على الآخرين؟ أقول وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن الله جل وعلا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يسموه تنمر، يسموه سخرية، يسموه زي ما يسموه، هو في القرآن الكريم نهانا الله عن السخرية من الآخرين. ما تقولش أنا أحسن من فلان، ما تقولش فلان ده صفة كذا، أبدا. الإنسان لا يذكر مساوئ الآخرين، الإنسان لا يسخر من الناس، الإنسان لا يحقر الناس، لا يقلل من الناس، لا يهزأ من الناس. الإمام الشافعي رحمه الله قال كده: إذا ما شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئة فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن.
فلا يجوز التنمر ولا السخرية من الآخرين، لأن الله نهانا عن هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم آمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.